استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الكونغرس الامريكي برئاسه السناتور ريتشارد شيلبي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالوفد الأمريكي مشيرا سيادته إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا وذلك في اطار العلاقات الثنائيه الراسخه بين مصر والولايات المتحده ومؤكدا على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في اطار من الاحترام المتبادل والمصلحه المشتركه لا سيما في ظل الواقع الاقليمي المضطرب في المنطقه وما يفرزه من تحديات متصاعده من جانبهم اكد اعضاء الوفد الامريكي على الاهميه الكبيره التي توليها الولايات المتحده للعلاقات مع مصر مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين ومشيرين الى ان مصر تعد ركيزه الامن والاستقرار في الشرق الاوسط والعالم العربي فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحده في المنطقه مع التاكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قياده السيد الرئيس في تحقيق الاستقرار والامن في مصر بعد النجاح في مكافحه الارهاب والفكر المتطرف وارساء المفاهيم والقيم النبيله لحريه الاعتقاد بالاضافه الى الجهود الكبيره التي تتم داخل مصر لتحقيق التنميه الشامله واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائيه في عدد من المجالات لا سيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي كما تم التطرق الى التطورات الراهنه على الساحتين الاقليميه والدوليه كما تم التباحث بشان مستجدات القضيه الفلسطينيه حيث اشاد وفد الكونغرس بالجهود المصريه الداعمه لعمليه السلام في حين اكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل الى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدوليه الامر الذي من شانه ان يفتح افاقا للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقه